بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلاب بريبسري، How are you today? I hope you're the best. Today إن شاء الله هناخد lesson 2 and talking about the two coordinates of the midpoint of a line segment. والله لو جيت تشوف البيكتشر اللي قدامك ديت، إيه اللي أنا شايفه قدامي هنا؟ هتلاقي إن عندك هنا إيه؟ والله أنا شايف إن الأب وابنه بيعملوا إيه؟ بيجيبوا الميجر أوف لينث أوف حاجة، بيجيبوا الميجر أوف لينث وبيحددوا، عايزين يحددوا الميد بوينت. انا لما اقول لك انت رايح من المدرسه للبيت، فانت مثلا بتبقى معلم الطريق ب 100 بوينت، بنقطه في النص. تقول مثلا لما اوصل عند السوبر ماركت الفلاني يبقى انا كده وصلت لهاف الديستانس بتاعتي. مثلا لما اوصل عند الصيدليه الفلانيه فانا ببقى وصلت مثلا لهاف الديستانس من البيت للمدرسه. فانا بجيب المسافه اللي في النص ازاي؟ بجيب النقطه اللي في النص ازاي؟ برافو عليك. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا بعرف المسافه كلها واعمل لها ديفايد على الطول. نفس الفكره، انا هجيب لك لاين سيجمنت وانت اللاين سيجمنت هتقول لي الكوردينيتس اوف ما ميد بوينت، هتقول لي الاكس والواي بتوع الميد بوينت ده كام، ولما يقول لك كوردينيت فانت هتقول لي الاكس والواي. طيب ازاي؟ يعني انا مثلا لما اجي اقول لك والله انا الكوردينيت اوف اني بوينت بتبقى اكس واي، اي بوينت بيبقى الكوردينيت بتاعها، عايز اعرف الاكس والواي. فانت هتجيب الاكس 1 والاكس 2 وتعملهم ديفايد باي 2، وتاخد الواي هنا والواي هنا وتعملهم ديفايد باي 2، تعملهم بلس وديفايد باي 2. طب تاني عشان مش فاهم، انا مثلا لو قلت لك انا عندي لاين سيجمنت وليكن اي بي، وقال لك ان الاي ب 3 و5 والبي الكوردينيت بتاعتها ب 7 و1، فيقول لك انا عايز الكوردينيت اوف 100 بوينت. تخيل ان انا عندي 100 بوينت، عايز اعرف الاكس والواي بتاعه. فانت كل اللي بتعمله بتقوم عامل ايه؟ والله الكوردينيت اوف 100 بوينت بتبقى اكس وواي، فبتاخد الاكس هنا والاكس هنا وتعمل لهم بلس، حطهم مع بعض واعمل لهم ديفايد باي 2 تجيب نصهم، وتاخد الواي هنا والواي هنا اللي هي 5 وال 1 وتحطهم مع بعض تعمل لهم اد، وبعد كده تعمل ديفايد باي 2. وتعالى نشوف 3 بلس 7 10، 10 ديفايد باي 2 تطلع 5، 5 بلس 1 6 ديفايد باي 2 يبقى اللي في النص كام؟ 3. يبقى الكوردينيت اوف ميد بوينت هيطلع 5 و3. يعني انا لو جيت رسمت شفت البوينت 3 و5 والبوينت 7 و1، هتلاقي ان الميد بوينت النقطه اللي في النص كام وكام؟ هتطلع 5 و3، ده الكوردينيتس بتوعه. طب تاني يا مستر، انا لو قلت لك انا عندي بوينت الكوردينيت بتوعها 5 ونيجاتيف 3، وعندي بوينت بي الكوردينيت بتوعها نيجاتيف 1 و3، ده مكانها. فاقول لك انا عايز 100 بوينت، تخيل ان انا عندي هنا ايه وعندي هنا بي، وعايز اعرف الكوردينيت اوف 100 بوينت. والله ممكن تحل على طول، لان السؤال ده هيجي لك تشوز. فكل اللي انت هتعمله تاخد الاكس هنا وهنا وتعملهم بلس 5 ونيجاتيف 1، كسبان 5 وخسران 1 يبقى 4، نصهم كام؟ 2، خسران 3 وكسبان 3 0، اعمل لها ديفايد باي 2 نصها كام؟ 0. يبقى الكوردينيت اوف 100 بوينت هيطلع كام؟ 2 0. يبقى النقطه اللي في النص هيطلع الكوردينيتس بتوعها الاكس والواي 2 0. فانت بتجيب الصم بتاع الاكس وتعمل لها ديفايد باي 2، والصم بتاع الواي وتعمل لهم ديفايد باي 2 عشان اجيب النقطه اللي في النص. بعرف الاكس كلها كام واجيب نصها، واعرف الواي كلها كام واجيب الهاف بتاعها. طب تاني يا باشمهندس، هناخد فكره تانيه. ايه هي الفكره التانيه؟ بفكرك ان انت عشان يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. يعني انت يا مستر اي تو بوينتس يجيب لك الاي ويدي لك البي، اعرفك التيرمينالز اللي نقطتين اللي على الطرف، وعايز تعرف النقطه اللي في النص، فبتاخد الاكس هنا والاكس هنا وتعمل لهم بلس وتجيب نصهم، واخد الواي هنا والواي هنا واعمل لهم بلس واجيب الهاف بتاعه. يعني انا مثلا لو قال لي لو انت عندك بوينت وليكن نيجاتيف 3 و5، وعندي بوينت هنا وليكن 7 وهنا مثلا 3، قال لك هات الكوردينيتس اوف 100 بوينت، الكوردينيت اللي هم مين؟ الاكس والواي. فانت هتاخد الاكس هنا والاكس هنا وتعمل لهم بلس، يعني تحطهم مع بعض. والله نيجاتيف 3 و7 كام؟ خسران 3 وكسبان 7 هذا 4، الهاف بتاعها كام؟ ب 2. وتاخد الواي هنا والواي هنا وتعمل لهم بلس، 5 بلس 3 كام؟ 8، الهاف بتاعهم كام؟ 4. يبقى الكوردينيت هنا هيطلع 2 4. وده اول فكره عندنا. الفكره الثانيه ان انا اعرفك الميد بوينت واطلب واحده من النقطتين اللي على الطرف، اطلب واحده من التو اند بوينتس. ازاي؟ يعني مثلا لو قال لك البوينت اكس و0 هي المين الميد بوينت اوف اي بي، يعني انا فهمت ان انا عندي لاين سيجمنت اسمها اي بي بي، وعندي البوينت اكس و0 هي مين؟ هي مستر الميد بوينت. فبقول لك وير الاي كانت كام؟ 1 ونيجاتيف 5. طب والبي 2 5. فبقول لك فاين ذا فاليو اوف اكس، الاكس هتطلع كام؟ والله مستر انا ممكن اصلح اللي شافه،
هنا 1 بلس 2 كام؟ 3. هاف ال 3 كام؟ هتجيب الاكس كلها وتجيب نصها. 1 بلس 2 3، هاف ال 3 كام؟ والله ممكن تبقى 3 اوفر 2 او 1.5. خسران 5 وكسبان 5 0. الهاف بتاعهم بكام؟ ب 0. هتيجي تشوف والله السكند هو السكند، يبقى الاكس تطلع بكام؟ ب 3 اوفر 2. هناخد فكره تاني. ايه هي الفكره التانيه؟ ان انا هدي لك لاين سيجمنت واعرفك الميد بوينت، المره دي هعرفك الميد بوينت واخبي لك واحده من التو اند بوينتس، اخبي لك واحده من النقطتين اللي على الطرف، وانت هتجيب لي بكام؟ وسهله جدا. بقول لك اف ذا بوينت 5 و 3 هي از ذا ميد بوينت، دي الميد بوينت وفي اي بي لاين سيجمنت اي بي. متخيل ان انا عندي لاين سيجمنت اسمها اي بي، الاي كام؟ والله الاي 15 و 1. طب والبي؟ نيجاتيف 5 ونيجاتيف 2. والراجل قال لك ايه؟ قال لك ان الميد بوينت هي 5 و 3. هتحل عادي، هتيجي تقول له والله انا ممكن عايز، انت عايز الميد بوينت؟ اه هجيب لك الميد بوينت. الميد بوينت تيجي ازاي؟ استنى هاخد الاكس هنا وهنا واعمل لهم بلس واجيب نصهم 15 ونيجاتيف 5، كسبان 15 بلس نيجاتيف 5. او بدل ما اقول له بلس نيجاتيف 5 هحط التو بوينتس مع بعض 15 ونيجاتيف 5 على كام؟ هجيب نصهم. وهنا مين؟ هتاخد الواي والنيجاتيف 2 مع بعض، ها؟ واي ماينس 2 واجيب نصه، المفروض تطلع الانسر كام؟ والله تطلع الانسر 5 و 3. طب 15 ماينس 5 10، 10 ديفايد 2 5، فاضل 5، خلاص. يبقى انا استفدت ايه؟ ان السكند ايكوال السكند، فانت هتيجي تقول له واي ماينس 2 اوفر 2 ايكوال 3. مستر ايه النمبر اللي عامل له، ايه الحاجه اللي عاملها ديفايد باي 2 يجيب لي 3؟ يبقى انا فهمت ان الواي ماينس 2 دي بكام؟ ب 6. الواي ماينس 2 اللي فوق دي بكام؟ ب 6. هتودي 2 هناك بالبلس، زين الواي تطلع ب 8. عايز تتاكد؟ والله جرب مكان الواي 8. 8 ماينس 2 ب 6، نصهم كام؟ 3. يبقى انت كده صح. ممكن لو جالك السؤال ده تشوز تحلها شفوي. احلها شفوي ازاي؟ والله واحد يقول لك الميد بوينت هنا 3، النقطه اللي في النص 3، يبقى الديستنس كلها كام؟ ها؟ يبقى الديستنس كلها 6، ما هي اللي في النص 3، يبقى الديستنس كلها 6. طب انا ايه النمبر اللي ماينس منه 2 عشان يجيب لي 6؟ اه يبقى هو 8، فانت الانسر طلعت 8. طب تاني تعال نشوف افكار في اللي تشوز. اللي تشوز انا مش محتاج منك ستيبس، واللي تشوز يوم ما تقف عليك ممكن تقعد تجرب مين اللي تشوزز اللي عندك. بقول لك اف ذا بوينت اوف اوريجين، ذا بوينت اوف اوريجين از ذا ميد بوينت، الاوريجين اللي هي كام؟ 0 0 للستريت لاين اي بي، لللاين سيجمنت اي بي. فانا فهمت ان انا عندي ايه وبي، الاي هي كام؟ 5 ونيجاتيف 2. ارسم عشان الرسمه تساعدك. فبقول لك عايز البوينت بي كام وكام؟ مستر هي الميد بوينت 0 0. واحد يقول لك لو الميد بوينت 0، النقطه اللي في النص 0، طب انا 0 بكون لها كام؟ 0، لان ال 0 هكرره مرتين. انا لما اقول لك انا نص الفلوس اللي معايا، هاف الفلوس اللي معايا 0، يبقى انا كان معايا كام كله؟ 0. طب ال 5 محتاجه كام عشان تبقى 0؟ محتاجه نيجاتيف 5. طب النيجاتيف 2 محتاجه كام عشان تجيب لك 0؟ محتاجه 2. فالميد بوينت هتطلع نيجاتيف 5 اند 2. هل في نيجاتيف 5 اند 2؟ اه تمام. وتعالى اعمل تشيك جرب كده، 5 ماينس 5 0، نصها 0، نيجاتيف 2 بلس 2 0، برضه الهاف بتاعها 0. طب تاني لو قلت لك السي، البوينت سي هي الميد بوينت اوف اي بي، فانا فهمت ان انا عندي لاين سيجمنت اسمها اي بي، والسي هي الميد بوينت. السي دي كام وكام؟ والله نيجاتيف 3 و 1. ما تخافش. فبقول لك وير الاكس؟ الاي كانت اكس حاجه ونيجاتيف 6، والبي 1 ونيجاتيف 8. فواحد يقول لك طب ما دي سيفيري ايزي مستر، هي الميد بوينت هنا نيجاتيف 3، الميد بوينت اللي في النص نيجاتيف 3. لو انا مثلا نص الفلوس اللي معايا خسران 3، يبقى كان كلها كام؟ نيجاتيف 6، صح. طب انا ال 1 هزود عليه كام عشان يجيب لي نيجاتيف 6؟ ها مستر، ال 1 هزود عليه كام عشان تبقى نيجاتيف 6؟ انا معايا 1، اه هزود نيجاتيف 7. فانا فهمت ان الاكس بنيجاتيف 7 على طول، ها؟ ما هو 1 ماينس 7 يبقى نيجاتيف 6، نصها كام؟ نيجاتيف 3. طب انا هنا الواي، الواي هنا كام؟ نيجاتيف 6، خسران 6 وكام؟ وخسران 8، يبقوا كام؟ خسران 14، نيجاتيف 6 ونيجاتيف 8 نيجاتيف 14، نصهم كام؟ نيجاتيف 7، فتبقى الواي كمان نيجاتيف 7. فبقول لك اكس بلس واي، والله خسران 7 وخسران 7، اه يبقى خسران نيجاتيف 14، فهتطلع نيجاتيف 14. طب تاني
بيقول لك if A B is a diameter of circle، فانا فهمت ان انا عندي circle. اه وعندك ده الديامتر، الديامتر اسمه A B. طب ال A كام وكام؟ 3 ونيجاتيف 5. طب ال B 5 اند 1. فبقول لك عايز السنتر، ما سهل ان انا اجيب السنتر، اجيبه على طول بسرعه. والله السنتر هيطلع كام؟ اكس و 1. 3 بلس 5 8، الهاف بتاعهم كام؟ 4. هل في حاجه 4؟ اه والله، يا اما دي يا اما دي، يعني ده غلط وده غلط. طب نيجاتيف 5 بلس 1، خسران 5 وكسبان 1، نيجاتيف 4، نصها كام؟ نيجاتيف 2. فتطلع 4 ونيجاتيف 2، 4 ونيجاتيف 2. اللي بعد كده، لو انا عندي البوينت ام هي كام؟ 1 و 2، از ذا انترسكشن بوينت اوف 2 دايجونالز اوف ذا باريلوجرام اي بي سي دي. اه انا فهمت ان انا عندي باريلوجرام، باريلوجرام ده اسمه ايه؟ A B C D، لازم يكونوا كونسكيوتيف ورا بعض، A B C D، ما تكتبليش A B D C كده غلط، فلازم يكونوا ورا بعض لأن أنا بمشي كده، أو A B C D A B C D، المهم يكونوا ورا بعض. فبقول لك إن الـ A كانت 2 أند 5، الـ A 2 أند 5، ومديلك الـ M، الـ M اللي هي الميد بوينت هي 1 عندي 2. فبقول لك زين السي، السي تبقى كام؟ طب ما عادي، ثواني بقى، انا ممكن احلها شافه. واحد يقول لك ها انا تطلع كام وكام؟ والله الميد بوينت هنا بتاع الاكس 1 يبقى الديستانس كلها كام؟ لو اللي في النص 1 يبقى كلها كام؟ 2. طب معايا منهم 2 يبقى محتاج كام؟ اه محتاج هنا زيرو. هل في حاجه فيها زيرو؟ اه يا اما دي يا اما دي، ادي لا ودي لا. تعالى بقى الميد بوينت هنا 2، لو الميد بوينت 2 يبقى الديستانس كانت كلها كام؟ 4. طب معايا منها 5 وعايزها تبقى 4، اه يبقى نيجاتيف 1. هل في 0 عند نيجاتيف 1؟ اه مستر. خلاص. طب هنا لو اف البوينت هاف عند 5 اوفر 2 از ذا ميد بوينت اوف اي بي. والله انا فهمت ان انا عندي اي بي البوينت هاف عند 5 اوفر 2، هاف و5 اوفر 2، والاي كانت 1 ونيجاتيف 1، الاي 1 ونيجاتيف 1، والبي اكس او 6. فبقول لك زين الاكس، ثواني تعالى كده نجرب، لو الميد بوينت بتاع الواي 5 اند 2، 5 اوفر 2، 5 اوفر 2 يعني كام؟ 2 ونص، 2.5. طب يبقى كلها كام؟ 5. تعالى نيجاتيف 1 بلس 6 يبقى 5 صح؟ نيجاتيف 1 خسران 1 وكسبان 6 5، نصها كام؟ 5 اوفر 2. فيبقى الواي مفيش فيها مشكله خالص، انا اصلا مفيش عندي مشكله في الواي، عايز الكوردينيت اوف اكس. لو جيت شوف الميد بوينت هنا هاف، لو اللي في النص هاف يبقى كلها كام؟ الديستنس كلها كام؟ 1. طب ما 1 هزود عليها كام عشان ستيل 1؟ مستر هزود عليها 0، مش هزود عليها حاجه، يبقى الاكس هنا بكام؟ 0. اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك اف اكس اكسس بايسكت اي بي ساتش ذات الاي ده الكوردينيت بتاعه والبي الكوردينيت بتاعه، زين الواي كام وكام؟ هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف اكس اكسس بايسكت اللاين سيجمنت اي بي ساتش ذات الاي 3 و2 والبي نيجاتيف 2 اند 1. فانا لو جيت ارسم، والله واحد يرسم يقول لك مثلا هنا الاي وهنا البي، ويقول لك الاكس اكسس بايسكت، الاكس اكسس بايسكت ازاي؟ لا يبقى انا فهمت ان هي مش هورزنتال، فانا اقوم لما اجي ارسمها هرسمها ازاي؟ والله انا عندي لاين سيجمنت وليكن كده اسمها ايه؟ بي. الاي كانت 3 اند 2 والبي نيجاتيف 2 و 1 مستر، والاكس اكسس بايسكت، الاكس اكسس اللي هو كده الهورزنتال ده الاكس اكسس. فبقول لك اه الاكس اكسس بايسكت يعني دي الميد بوينت. طب ايه اللي تفهمه لو الاكس اكسس هو اللي بايسكت؟ يعني الكوردينيتس بتوعه كام وكام؟ اكس اكسس، يعني لو في بوينت على الاكس اكسس اه يبقى ولا طلعت ولا نزل، يبقى الواي بزيرو. فانا يبقى فهمت ان البوينت ده حاجه وزيرو، حاجه وزيرو. فانا مستر ما يهمنيش الاكس، انا اللي يهمني اللي عارفه الواي. طب الميد بوينت الكوردينيت بتاع الواي زيرو، نص المسافه زيرو، بقى هي كلها كانت كام؟ اقول لك هاف الفلوس اللي معاه زيرو، بقى هم كلهم كانوا كام؟ زيرو. طب التوب ازود عليها كام عشان تجيب لي زيرو؟ نيجاتيف 2. هل في نيجاتيف 2؟ اه. خلاص سهله جدا. طب الرسمه دي بيقول لك اف اي اند سي ار ذا ميد بوينتس اوف اي بي، عند لاين سيجمنت اسمها اي بي، فين اي بي؟ اي بي صح. فبقول لك وبي دي وبي اند بي دي ريسبكتيفلي زين ذا بوينت دي، عايز البوينت دي الكوردينيت بتاعها كام؟ والله انا شايف اكس اكسس وواي اكس،
فواحد يقول لك والله هي البوينت دي في انهي كواد؟ خلي بالك ده الفيرست، السكند، الثيرد، الفورس، فتبقى في الفورس، الفورس بتبقى كام؟ بوزيتيف ونيجاتيف. فانا تعالى كده ادور والله الاكس بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف، كلهم بوزيتيف ونيجاتيف. فما استفدتش حاجه بالمعلومه دي، بس انا بفكر صح. هو انا عندي لاين سيجمنت اسمها اي بي وهو عايز الدي، ولاين سيجمنت اسمها بي دي، فانا اكيد هبدا بمين؟ لو عايز الدي يبقى اكيد مش هتبدا باللي فيه دي، هبدا بالاي بي. تعال نشوف الاي بي الكوردينتس اوف ايه، نيجاتيف 3 1 تمام. طب عايز اعرف البي، هل ممكن اجيب البي؟ والله واحد يقول لك استنى، ده في هنا الواي اكسس على البوينت دي 3، دي الميد بوينت ودي في النص، يبقى الميد بوينت ده انا ممكن اعرفها. اعرفها ازاي؟ شايف هو لو على الواي اكس تستفاد ايه لو البوينت ده على الواي اكسس؟ اه يبقى انا ما مشيتش، يبقى هي 0 وحاجه، اه 0 و3 لان هو طالع لغايه 3. طب ما انا بعد ما عرفت الميد بوينت اقدر اجيب البي. ليه؟ لان الميد بوينت الكوردينيت بتاع الاكس 0، نص هاف ديستانس 0، يبقى الديستانس كلها كام؟ 0. نيجاتيف 3 ازود عليها كام عشان تجيب لي 0؟ اه يبقى دي 3، وانا اصلا شايفها في الاكس اكس صح. يبقى هنا كام؟ يبقى الاكس هنا كام؟ 3. الميد بوينت دي فين؟ على الواي اكس. يعني ايه على الواي اكس؟ اه يعني انا ما مشيتش، يعني ما فيش اكس، يبقى هي 0 وكام؟ وطالع لغايه 3، يبقى هي 0 اند 3. طب ما انا اقدر اجيب البي، هجيب البي ازاي؟ تعالى كده شوف. والله الاكس اكسس الكوردينيت بتاعها 0، ديستانس الميد بوينت هنا 0، يبقى الديستانس كلها كام؟ اه 0. النيجاتيف 3 عايزه كام عشان تجيب لي 0؟ عايزه هنا 3، كويس. طب الكوردينيت بتاع الواي، الميد بوينت بتاع الواي 3، يبقى الديستانس كلها كام؟ ها؟ برافو 6. طب انا معايا منهم 1، يبقى محتاج كام عشان اكمل 6؟ 5. يبقى البوينت ده 3 اند 5، لو جيت شوف 3 وطلعت لغايه 5، كويس. فانا عرفت البي. مستر طب ما الميد بوينت هنا كاتب لي هنا 4، الميد بوينت دي لايز فين؟ على الاكس. يعني ايه لايز على الاكس؟ امتى تبقى لايز على الاكس؟ اه يعني ما فيش واي، يعني ما طلعتش واي، بفهم ان الواي بزيرو. طب وهنا الاكس كام؟ 4، يبقى 4 اند 0. سهله بقى اجيب الدي. هتجيبها ازاي؟ والله يا مستر بص، هي الميد بوينت هنا 4 بتاع الاكس، يبقى الديستانس كلها كام؟ 8، معايا منهم 3 يبقى لسه 5، كويس. طب انا هنا الواي هنا كام؟ الواي هنا الميد بوينت 0، الميد بوينت 0، يبقى الديستانس كلها كام؟ 0، معايا منهم 5، يبقى لسه كام؟ نيجاتيف 5. هل في 5 ونيجاتيف 5؟ اه في 5 ونيجاتيف 5. طيب اللي بعد كده، تعالى ناخد فكره ثانيه. بيقول لك اف ايه، لو انا عندي البوينت ايه وعارف البوينت بي، find the coordinates of the point which divide the AB into four equal parts. تخيل ان انا عندي لاين سيجمنت، لاين سيجمنت ده هنا A B، عايز اعمل لها ديفايد لفور ايكوال بارتس، اقطعها على اربع حتت. طب اقطعها ازاي؟ عايز الكوردينيت كل بوينت تقول لي مكانها فين. مستر انا لو معايا قلم ماركر زي ده، والماركر ده عايز اقسمه اربع حتت ساندوتش مثلا، وعايز تقسمه فور بارتس، فور ايكوال بارتس، تقسمه ازاي؟ والله واحد شاطر يقول لك هتجيب الهاف اقسمه بالنص، وبعد كده كل جزء اقسمه بالهاف، فهنا اقسم برضه بالنص، ومن هنا اقسم بالنص. يعني تاني، يعني انا اسهل حاجه اجيب الميد بوينت هنا، وليكن هنا سي، وبعد ما اجيب السي تاخد الحته دي تقسمها بالنص، فتجيب مثلا الدي، ومن هنا تقسم الاي، تجيب دي برضه بالنص. لو عرفت البوينت دي وعرفت البوينت دي وعرفت البوينت دي فتمام. طب ما سهل عادي، انا ممكن اجيب السي. اجيب السي ازاي؟ والله السي اه هي الاي كي كام وكام؟ 1 ونيجاتيف 6، والبي 9 اند 2. بس هنا ده 1 وده 9 يبقى 10، يبقى الديس الهاف كوب في كام؟ عند ال 5. طب دي نيجاتيف 6 خسران 6 وكسبان 2، يبقى الكام كلها؟ نيجاتيف 4، نصها كام؟ نيجاتيف 2، يبقى الميد بوينت هتطلع 5 ونيجاتيف 2. طب تعالى هنا، انا ممكن اقسم دي بالنص، اجيب مثلا وليكن هنا دي، الدي تيجي ازاي؟ والله عايز الكوردينيت يبقى اكس وواي. 5 بلس 1 6، اللي في النص كام؟ 3. خسران 6 وخسران 2، نيجاتيف 6 ونيجاتيف 2، نيجاتيف 8. الميدل كام؟ نيجاتيف 4، يبقى 3 ونيجاتيف 4. طب هنا ممكن اجيب مين؟ الاي. قول لي انت بقى الاي هتطلع كام؟ عن طريق التو بوينتس دول، واكتبها لي تحت في الكومنت. طب اللي بعد كده بيقول لك هنا ان ذا اوبوزيت فيجر، في الشيب اللي قدامك ده، لو انا عندي البوينت سي 0 4، هي از ذا ميد بوينت، دي الميد بوينت صح؟ انا شايفها اصلا الميد بوينت اوف اي بي، عندي لاين سيجمنت اسمه اي بي، فبقول لك زين ذا بريمتر اوف ترانجل او اي بي، عايز البريمتر بتاع ده.
طب البريمتر يجي ازاي؟ والله اعرف الصيد ده واعرف الصيد ده واعرف الصيد ده، بس انا شايف هنا ايه؟ والله انا شايف في اكس اكسس صح وفي واي اكس، اكس اكسس والواي اكسس بيبقوا عاملين ايه؟ بيبقوا بربندكولار، فدي رايت انجل، يعني انا ممكن اجيبها عن طريق بايثاغورس. ازاي؟ مستر والله انا هنا عندي البوينت اي دي لايز على الاكس، تستفاد ايه لو هي لايز على الاكس؟ يعني مفيش واي، يعني هي حاجه وزيرو، فتبقى حاجه وزيرو كويس. وعندك البوينت بي لايز على الواي، يعني ايه لايز على الواي؟ لايز على الواي يعني مفيش اكس، يعني اكس بزيرو، يعني هي زيرو حاجه. طب ما انا اقدر اجيبهم بقى من الميد بوينت، والله الميد بوينت هنا الاكس اكس، الاكس بتاعها 3، الكوردينيت بتاعها 3. لو في الميدل 3 يبقى الديستانس كلها كام؟ 6. طب معايا منهم 0 يبقى لسه لي كام عشان يجيبوا لي 6؟ يبقى لسه لي 6. طب تاني الميد الميد بوينت هنا 4. لو الميد بوينت 4 يبقى الديستانس كلها كام؟ ها؟ 8. برافو. طب معايا منهم 0 يبقى لسه لك كام؟ 8. طب ما انا جبت 2 بوينت. سهله بقى. والله واحد يقول لك الاو ايه ده بكام؟ والله هي الاو دي 0 0. واحد يقول لك بقى جيب بقانون الروت، اللي هو هنا سكوير وهنا سكوير، بره النص وجوه ماين، واجيب الاو ايه. طب ما انا على طول والله هو الزيرو ده اتحرك زيرو بقى ما اتحركش، الزيرو بقت 6، يبقى هو مشى كام؟ يبقى ده ب 6، يبقى ده طلع 6 يونت. طب وده الزيرو هنا زيرو ما اتحركتش اصلا، هتبقى 8 ماينس زيرو سكوير، وتجيب الروت، ما السكوير هيطلع الروت، يبقى على طول دي تطلع ب 8. خلاص يبقى ده 6 يونتس وده 8. هل تقدر تجيب لي الاي بي؟ هقدر اجيب لك الاي بي. ازاي؟ والله اجيب لك الاي بي بالروت. ايه بقى؟ والله اعمل السايد ده سكوير 6 سكوير، والسايد ده سكوير اللي هو ال 8 سكوير، وبلس، واجيب الروت هيطلع بكام؟ ب 10 10 يونتس. طب بعد كده والله ده 6 وده 8 وده 10، يبقى البريمتر اوف ترينجل ايكوال 6 بلس 8 بلس 10، تطلع كام؟ 24 يونتس. طب افرض قال لك هات الاريا، لا الاريا هتحل عادي، هجيب البوينت دي واجيب البوينت دي من على الاكس اكسس واجيب البوينت دي من على الواي اكسس، والاريا هتبقى هاف البيز ملتبلاي الهايت، هتبقى هاف ملتبلاي 6 ملتبلاي 8، تطلع برضه ب 24. طب هنا اخر مسالتين بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف ذا بوينت البوينتس اي بي سي دي ار فيرتسيز اوف رومبس فاين. والله ساعات ممكن يجي يقول لك بروف ان مثلا يجيب لك 4 بوينتس ويقول لك بروف ان هم عاملين الباراليلوجرام، مثلا يجيب لك 4 بوينتس ويقول لك بروف ان هم باراليلوجرام، ار فيرتسيز اوف باراليلوجرام. احنا كنا بنجيبها بقانون الديستانس، اللي انت مثلا اي بي سي دي كنت بتقوم عامل ايه؟ والله جايب الاي بي بقانون الديستانس روت وهنا سكوير وهنا سكوير، وبره بلس وجوه ماينس، ديفرنس الاكس سكوير بلس ديفرنس الواي سكوير، وتقعد تجيب الاي بي والبي سي والدي سي والاي سي، هتلاقي ان اتش توبزت سايز، هتلاقي ان الاي بي ايكوال للدي سي والبي سي ايكوال للاي دي، تمام. لكن احنا لو عايزين نجيبها بقانون النهارده، لا هجيبها عن طريق الميد بوينت ازاي؟ والله انا عارف ان الدياجونال في باراليلوجرام مالهم بايسكت اتش اذر، فانت هتاخد البوينت دي والبوينت دي وتيجي تجيب الميد بوينت هتشوف تطلع بكام، وهجيب الميد بوينت اللي الدياجونال بي دي، هتلاقي ان هم نفس الميد بوينت، الميد بوينت واحده، يعني تو دياجونال بايسكت اتش اذر، يبقى ده باراليلوجرام، يبقى دول فيرتسيز اوف باراليلوجرام. طب تاني تعال نشوف السؤال ده، بقول لك اف ذا بوينت البوينتس اي بي سي دي ار فيرتسيز اوف رومبس، ايه اللي استفادوا ان هو رومبس؟ مستر استفاد ان السايدز كلها ايكوال، فواحد يقول لك يبقى ايه؟ الاي ولكن هنا ايه؟ بي سي دي، ارسم اي رسمه تساعدك، الاي كانت 3 اند 2 والبي 4 ونيجاتيف 3 والسي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 الدي نيجاتيف 2 و 3. السؤال ده جاي في 3 امتحانات، فبقول لك find the coordinates of the point of intersection of two diagonals، عايز البوينت intersection point للتو دايجونال، يا وليكن مثلا هنا ام، عايز الكوردينيت بتاع الام، خلي بالك ان الدايجونال برضه بايسكت اتش اذر، بالرغم ان الدايجونال نوت ايكوال، بس فيهم ميس ان هم بايسكت اتش اذر. يعني ايه بايسكت اتش اذر؟ يعني البارت ده ايكوال البارت ده، والبارت ده ايكوال للبارت ده، وليكن البوينت ده هسميها ام، فانا هقول لك الام ايكوال كام؟ والله هجيب الدايجونال ازاي؟ همسك التو بوينتس دول نيجاتيف 1 و 3 احطهم مع بعض واجيب نصهم، واخد الواي هنا وهنا نيجاتيف 2 بلس 2 واجيب نصهم،
طب هنا خسران 1 وكسبان 3 2، هاف ال 2 كام؟ 1. خسران 2 كسبان 2 0، هاف ال 0 كام؟ 0. طب لو جيت اجيبها عن طريق البي دي، والله نفس الفكره برضه، هتقول له ال 100 بوينت في بي دي اهو، هاخد هاف مين؟ الاكس. خسران 2 كسبان 4، نيجاتيف 2 بلس 4، واجيب نصه. وتاخد الواي هنا وهنا، اجيب الواي كلها واجيب نصها. خسران 2 كسبان 4 2، هاف 2 كام؟ 1. 3 ماينس 3 0، هاف اب كام؟ ب 0، يبقى البوينت 1 و 0. هي نفس ال 100 بوينت. تمام. بيقول لك بقى هات الاريا اوف رومبس. الاريا اوف رومبس هجيبه ازاي؟ مستر يا اما اجيبها عن طريق ها؟ هاف الدياجونال ملتبلاي الدياجونال، هاف الدياجونال ملتبلاي الدياجونال. طب ما انا ممكن اجيب الدياجونال ده اللي هو مين؟ اي سي. لو عايز لينس بجيب اللينس ازاي؟ والله ده روت ها؟ وتقوم اعمل سكوير وسكوير بره بلس وجوه ماينس. ديفرنس الاكس اي سي، فين اي سي؟ اه ديفرنس الاكس اللي هي مين؟ نيجاتيف 1 و 3 تحط ماينس، ونيجاتيف 2 و 2 وتشوف بكام بالكالكوليتر. خسران 1 وخسران 3 نيجاتيف 4 سكوير تبقى بكام؟ 16 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 4 سكوير يبقى ب 16، فتطلع هنا بكام؟ اللي هي روت 32. طب ممكن اجيب مين؟ والله مستر بص، ممكن تجيب، هتجيب البي دي، هجيب البي دي، هجيب البي دي ازاي؟ دياجونال التاني اهو، روت سكوير وسكوير بره بلس وجوه ماين بي دي اهو، تقوم كاتب التو بوينتس دول اللي هم نيجاتيف 2 و 4، تنقلهم زي ما هم نيجاتيف 2 و 4، تحط عليهم سكوير. وعندك كده مين؟ 3 ونيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف تبقى بلس. تعالى كده نشوف، خسران 2 وخسران 4 يبقى كام؟ 16. نيجاتيف 6، نيجاتيف 6 سكوير تبقى 36. طب وهنا 3 وبلس 3 كام؟ 6 سكوير يبقى 36. 36 و 36 يبقى روت 72. هتجيب الكالكوليتر بتاعتك وتقول له هاف روت 32 ملتبلاي روت 72 وتشوف هتطلع بكام. هتلاقيها طلعت ب 24. طب نشوف اخر فكره. اخر فكره هنا بقول لك ايه؟ بقول لك جايب لك بوينتس A و B و C، وعندك بقول لك بروف ان دول فيرتسيز اوف رايت اوبتيوس تراينج، زين فاين ذا كوردينيت اوف بوينت دي ذات ميك الفيجر ده رومبوس اند فايند اتس اريا. هسيب لك ان شاء الله الفكره ديت واحلها لك ان شاء الله في اول الفيديو الجاي. بكده يبقى الاسم بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد بكده يبقى الاسم بتاعنا انتهى. ولو عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.